لماذا شرع الصيام وما هي ثمراته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام تزكيه للنفوس الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد اليها ما استلبته منها ايدي الشهوات فهو من اكبر العون على التقوى وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها قال عليه الصلاه والسلام الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وفيه مقاطعه لما تعود عليه الانسان من العادات القبيحه والخصال المحرمه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والماثم ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقه وصلاه وتلاوه للقران وغير ذلك من الطاعات وفيه تربيه على الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره ففي الجنه يقال للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه